يعني السنة اللي فاتت احنا كنا في المركز الثالث، وده كان من ضمن مش ممكن تيجي من بره خالص تقفز على المركز، لازم اكيد في تصعيد تدريجي. من السنة اللي فاتت زي اليومين دول قررنا ان احنا خلاص آن الأوان ان احنا ندخل على المركز الأول، وبدأنا نستعد ونشتغل. الجهاز الفني المسؤول عن فريق الدرجة الأولى دكتور كريم كابتن عادل ربيع مع مجموعة الولاد جمعنا نفسنا بدأنا نتكلم، خلاص عندنا هدف أول، خلاص احنا مفيش تاني، كل الإمكانيات أصبحت متاحة، مجلس الإدارة وفرها لنا الحمد لله، إدارة النشاط بتساندنا، يبقى احنا نشتغل. وبدأنا نشتغل، طبعا بيواجهك بعض المشاكل والظروف، منها بقى الدراسة بتاعت الطلاب اللي في الثانوية العامة واللي في الجامعة وما إلى ذلك. بدأنا نحط نظام قوي جدا عشان تقدر يسمح بإن حضرتك تشتغل في أي وقت. نعم يعني وكان طبعا أنا قصدي أقول إن طبعا المهم جدا إنه تقدر خلال الفترة وجيزة إن أنت تقدر تجهز أكبر عدد من اللاعبين، وده موضوع صعب. يعني انت برضو خلي بال حضرتك، انت مثلا اللي اعرفه عنكم او اعرف عن الجمباز انه ممكن في اوقات كتيره جدا بتجيبوا اللعيبه بالليل، يعني في اوقات مدربين بتيجي مخصوص للعيبه، الكلام ده صح؟ هو ده الحقيقه اللي حصل مع الفريق ده، لان حضرتك كل لاعب بقى عنده ظروف. نعم يعني الفرقه دي مثلا فيها اتنين في الثانويه العامه، كل واحد عنده مواعيد، عندنا مؤثرين لاعبين اساسيين، عندنا لاعب دولي مهم جدا محمد مختار الجامعه بتاعته في المنصوره، فبيروح اربع ايام ويجي لنا ثلاث ايام، طب ده هيتمرن ثلاث ايام ازاي والفريق بيتمرن ست ايام؟ نعم. عايز له برنامج خاص بيه، في لعيبه بتيجي فاضيه الصبح، في لعيبه نعم. فاضيه بالليل، فبتفرد المواعيد بتاعتك على مدار اليوم، وده طبعا مشقه كبيره جدا على المدربين المسؤولين. لكن في النهاية لأن هي اللعبة مش محتاجة تواجد الفريق كله في وقت واحد، أنا مش لعبة جماعية. طب أنتوا بتتمرنوا في الجزيرة بس يا كابتن صح؟ في الجزيرة. وده التمرين الأساسي بتاعكم وكل حاجة، يعني ما بتستعنوش في أي مكان، ما بتروحوش تتمرنوا أي مكان. لا طبعًا لما حصل افتتاح صالة الشيخ زايد. الشيخ زايد أه بالظبط. بإمكانيات مميزة جدًا بدأنا نستفيد منها. بس الأساسي في الجزيرة. الأساسي في الجزيرة. بمعنى إيه؟ إن أنت لما بتروح مثلًا صالة الشيخ زايد بفريق الدرجة الأولى أنت لوحدك في الصالة. فتقدر تقعد براحتك، تقدر توزع على الاجهزه، تقدر تعمل كل التدريبات. طبعا في اهل الجزيره احنا ما شاء الله طبعاً يعني قربنا على 400 لاعب، وده رقم كبير بسم الله ما شاء الله، وفي زحام كتير، فيعني بنحاول نستفيد من كل الامكانيات.